شو هالمهنة اللي اخترتيها رابيل؟ ما حبيتها أبداً. اختاري غيرها، تركيها، غيري الفرع. شو؟ شو عم تحكي أصلاً؟ هاي المهنة إنسانية. أنا إنسان كامل، لا تشرحي لي إياها. بعدين لا تبلشي هلأ بالإنسانية ومدري شو. خلص فهمان قصدك، بدك تهيني إنسانيتي. أنا عم علمك ما تهين إنسانيتك. هاي المهنة محترمة ومو أي حدا بيقدر عليها، بس أنا ما بعرف ليش ما حبيتها. ماني بحاجة نصيحتك، ولا تشرحي لي على المهنة. وقفي لي هالحكي الفاضي، ما بدي نصايحك. تعالي كلي وبلا أحاديث سخيفة. شو ناطرة؟ ليش عم تطلعي؟ لا تعملي مثل أمي، أنا ماني ابنك. يلا قربي كلي وبلا هذا الحكي الفاضي. لا وبدك تطعميني بإيدك كمان. ليك أنا رح ضل أمك دائما حتى لو صرت شاب طول بعرض. عامل لي حاله كبير. أنا ما بكبر بأي وقت، حتى لو كبرت. أنا يا ستي بحب ضل صغير لأني كسبان شغلي، بقدر كون معك إمتى ما بدي. في أحلى من أنه الواحد يضل صغير وباله فاضي؟ أنت هلأ عم تتمسخر علي ما هيك؟ شكلي لازم صير أضربك. بلش كول يلا. أي ماشي، السيدات أولا. يلا. يلا كول. اسمعني حبيبي، نحن ما بصير نضل معلقين حياتنا بعلاقة ميتة. معقول ما قلنا قيمة عندك بعد رابيل؟ شو ميتين بنظرك؟ ما عندك قريب غيره؟ في حدا غيره يعطيك السعادة ويدعمك اليوم؟ انت مو مقدر حدا فينا. في جواتي غصة كبيرة ماما، واقف قدامك بس أنا انكسرت. مشتهي يكون بالصحراء لحتى أصرخ من قلبي. كتير مخنوق بسبب قلبي، ولأنه ما قدرتوا تساعدوني يكون مع رابيل وما حدا فيكن حسسني إنه إلي قيمة عندكن. صح أنا معكن بس ميت من جوا، وإنتوا ما عزبتوا حالكن وساعدتوني. اهدأ ابني. أنا ما بيقلي شي بالحياة، هلأ خسرت كل أحلامي وما عاد بطمح لشي. دكتورة رابيل، حاسس إنك مغرورة لأنك دكتورة. طلعي فيني، ليش هيك جدية؟ معقول؟ شو بك؟ جدية وجامدة، هي أول ليلة إلنا. حاسك مستغربة وموقفك غريب. ما بدي تكون مرتي هيك، ما بحب. هي أول مرة منجتمع فيها سوا، لهيك لازم تبتسمي لأنه مع بعض. احكي. إيه؟ قليلي أنا غلطان بشي؟ أنا آسفة إذا شايفني هيك. أنا ما عندي غرور، بس أنت حكمت علي كزوجي حسب توقعاتك، ويمكن أنت هيك بدك. لا توصفني قبل ما تعرفني منيح. شو هالكلام الفاضي هاد؟ لا عم أحكي عليكي ولا عم أتوقع شي. معلش أنا ماني متعلم مثلك ولا بحب هالشغلات هاي، ولو تعلمت كنت كملت الماجستير تبعي. والنقاش معي صعب كتير، لهيك أنا ما بدي أحكي معك بفلسفة ولا بالطب كمان. ممكن؟
أنا ما بفهم بهالقصص، لهيك لا تحكي فيهم بهالبيت، ما بدي اسمعهم. إذا فيك تقولي شي رومانسي بيكون منيح، لأنه هاي البداية. بقول شي رومانسي بالوقت المناسب، ومع أني بحب نقاش المثقفين، بس رح حاول أني أحكي معك بالمواضيع اللي بتحبها أنت. يعني أنا رح أعمل جهدي ساوي اللي بدك يا حتى تبقى مرتاح معي. حاولي تنفذي، لأني ما بحب الحكي وما بحب البنات اللي بيحكوا كتير، بحب البنت المرحة واللي بتضحك، فهمتي؟ لازم تكوني مرحة، بدك تضحكي وبدك ترقصي، كوني حدا بيحب الحياة والفرح. عم تفهمي علي؟ يعني ليش ما بتكوني مثل مثل مين؟ ما في فايدة، ما رح تفهمي علي. حاولت نفسي لأني ما بحب الحكي وما بحب البنات اللي بيحكوا كتير، بحب البنت المرحة واللي بتضحك. لازم تكوني مرحة، بدك تضحكي وبدك ترقصي، كوني حدا بيحب الحياة والفرح. ليش ما بتكوني مثل مين؟ بابا اتفضل. تسلم يا بنتي، حبيت الاسلوب اللي بتحكي فيه، حسستيني باني قريب منك بهالكلمه هي. انا حاسس انه انت بتقدري العلاقات منيح لانك مربايه صح. لو سمحت لا تقول هيك ولا تفكر اني عم جاملك، هاي الكلمه من قلبي وحاسه فيها مثلك.